السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ العيادي أيوب. اليوم غادي نديرو التصحيح ديال سلسلة التمارين الخاصة بالجزء الثاني من درس الدالة الخطية والدالة التآلفية واللي كيتعلق بالدالة التآلفية. قبل ما نبداو التصحيح ديال سلسلة التمارين، ما تنساوش تشتركوا في القناة ديالنا باش تدعمونا، وتكثروا من هذيك لايك إذا كان تعجبكم المحتوى اللي تنقدمه، وأكيد ما تنساوش تنطنوا لهذا الجرس راسو هذا باش دائما يوصلكم الجديد ديال القناة ديالنا. بقاو معايا نديرو التصحيح. إذا نبدأ على بركة الله بالتصحيح. أول تمرين في السلسلة: لتكن F دالة تآلفية بحيث F لـ X، أعطيني التعبير ديالها، تساوي 2 على 3 X ناقص 1. حدد بواسطة هذه الدالة F صور الأعداد 0، 3 على 2 وناقص 4. السؤال الثاني: حدد بواسطة F سوابق الأعداد 1، 3 على 2 صفر. على كنا شفنا ان كل داله تآلفيه راه كتكتب على شكل. الى بغيتو تفهموا شنو هو التعبير ديال الداله التآلفيه، رجعوا للفيديو اللي فيه الدرس وفيه الدرس مشروح مزيان باش تفهموا الرابط عليكم. الوغ شنو قلنا؟ قلنا كل داله تآلفيه كتكتب على شكل اف لي اكس تساوي ا اكس زائد بي. اذا في ما تلقى شي داله مكتوبه على شكل ا اكس زائد بي، راه هي عباره عن ماذا؟ عن داله تآلفيه، بحيث هذاك اكس هو ماذا؟ هو السابق. وماذا تمثل f لx من طبيعة الحال؟ هي الصورة من طبيعة الحال، واضح؟ إذا السؤال اللي عطيني أنا في هذا التمرين هذا: حدد صور بعض الأعداد. إذا ملي كنبغيو نحسبوا الصورة ديال واحد العدد، شنو كنديروا؟ نعوضوا x بذلك العدد. فمثلا السؤال اللي عندي أنا، السؤال رقم 1: حدد صور الأعداد التالية. ألوغ لنحدد صورة ماذا؟ العدد ولا الأعداد؟ نبداو عدد بعدد باش منكلفوش. صورة العدد صفر بواسطة F. أنا عندي التعبير ديال F. F دالة تآلفية تعبيرها يكتب على الشكل أو مكتوب على الشكل التالي: لدينا F لx تساوي ماذا؟ تساوي 2 على 3 x ناقص 1. شنو مطلوب مني انا؟ مطلوب مني نحسب الصوره ديال صفر. انا شنو غادي نعوض؟ غنعوض x بصفر، يعني ان لدينا f x تساوي 3 x ناقص 1، و x ماذا تساوي x في هذه الحاله؟ x تساوي صفر. اذا نعوض x بماذا؟ بصفر، فنحصل على f لصفر تساوي 2 على 3 في صفر ناقص 1. طبعا حال 2 على 3 في صفر هي صفر، ناقص 1 تعطيني ناقص 1. إذا صورته ومنه صورة العدد صفر بواسطة F هي ماذا؟ هي العدد ناقص 1، واضح؟ إذا هذه بالنسبة للحالة الأولى. الحالة الثانية: لنحدد صورة العدد 3 على 2 بواسطة ماذا؟ بواسطة الدالة F من طبيعة الحال. إذا نفس الشيء، عندي التعبير ديال الدالة: لدينا F لx تساوي ماذا؟ 2 على 3 x ناقص 1، و x في هذه الحالة شنو هي القيمة ديالو؟ هي 3 على 2، ومطلوب مني نحسب F لx. ألوغ F ل 3 على 2 تساوي 2 على 3 في 3 على 2 ناقص 1. ومن طبيعة الحال ملي كيكون عندي الضرب راه يمكن ليا نختزل قطريا، يمكن ليا نختزل عموديا. 2 مشات مع 2 شنو بقى عندي؟ 1 ناقص 1 هي ماذا؟ هي صفر. ومنه صورة العدد 2 على 3 أو عفوا 3 على 2 بواسطة F هي ماذا؟ هي صفر من طبيعة الحال، واضح؟ نفس الشيء بالنسبة للحالة الثالثة: لنحدد صورة العدد، شمن عدد عندي؟ ناقص 4 بواسطة الدالة F. إذا نفس الشيء عندي التعبير ديال هذيك الدالة: لدينا F لx يساوي ماذا؟
ناقص او عفوا 2 على 3 اكس ناقص 1، والقيمه ديال اكس في هذه الحاله هذه هي اش؟ هي ناقص 4. الوغ شنو غادي نديرو؟ غنعوضو اكس بناقص 4. الوغ اف في ناقص 4 تساوي 2 على 3 في ناقص 4 ناقص 1، ومن طبيعة الحال البسط في البسط ناقص 8 على 3 ناقص 1. هنا نوحد المقام، ما هو المقام الموحد؟ هو 3، ومن طبيعة الحال ناقص 8 في 1 ناقص 8، وناقص 1 في 3 هي ناقص 3، ناقص 8 ناقص 3 هي ناقص 11 على 3، ومنه صورة ماذا؟ صورة العدد ناقص 4 بواسطة الدالة اف، بواسطة اف هي ماذا؟ هي ناقص 11 على 3. ألوغ دائما ملي كنبغي نعوض، ملي كنبغي نحدد الصورة ديال واحد العدد، نعوض اكس بذلك العدد في تعبير الدالة. طيب ندوزو دابا للسؤال الثاني، حدد بواسطة اف سوابق الأعداد. إذا ما مطلوبش مني دابا نحدد الصور، مطلوب مني نحدد السوابق يعني ليز اكس. ألوغ لنحدد ماذا؟ سابق العدد، اشمل عدد عندي هنا؟ العدد واحد. ألوغ نبداو بالعدد واحد. ألوغ نفس الشيء لدينا تعبير الدالة، ما هو؟ هو اف لإكس تساوي ماذا؟ تساوي 2 على 3 إكس ناقص 1. ودابا السؤال، واش عاطيني إكس ولا عاطيني اف لإكس؟ في هذه الحالة كان عاطيني ليز إكس، في هذه الحالة عاطيني الصور، يعني عاطيني اف لإكس. شحال اف لإكس في هذه الحالة هذه؟ هي واحد. راه بسيطة بزاف، راه شنو غندير؟ يعني أن نعوضو اف لإكس دابا بواحد، يعني أن واحد تساوي 2 على 3 إكس ناقص واحد من طبيعة الحال، ونحل المعادلة بشكل عادي، هاد ناقص واحد غدوز الطرف الآخر غتولي زائد واحد، راه غتولي عندي 2 على 3 إكس تساوي واحد زائد واحد، من طبيعة الحال 2 على 3 إكس، 2 على 3 إكس تساوي واحد زائد واحد، يعني أن 2 على 3 إكس تساوي واحد زائد واحد هي 2، أي أن إكس تساوي ماذا؟ جزء الطرفين يساوي جزء الوسط. من طبيعة الحال إلى عندك أ على بي إكس كتساوي سي على دي، وبغيتي إكس من طبيعة الحال شنو غادي دير؟ غادي دير بي في سي على أ في دي، واضح؟ ألوغ هي اش؟ هي بي في سي سيغ بي في سي سيغ أ فوا دي من طبيعة الحال، واضح؟ إذا نفس الشيء هنا، هذه جوج راه هي 2 على 1، ألوغ هي 2 في 1 هي ماذا؟ هي 2، ومن طبيعة الحال على ماذا؟ أو عفوا 3 في 2 هي 6، على 2 في 1 هي 2، إذا القيمة ديال إكس في الحالة هي اش؟ هي 3، واضح؟ ردوا بها معايا مزيان الله يرضى عليكم، مفهوم؟ إذا شنو غادي نقولوا كجواب؟ ومنه صورة أو سابق العدد، أشمل عدد واحد بواسطة اف هو ماذا؟ بواسطة اف هو العدد 3، واضح؟ دوزو دابا الحالة الثانية، لنحدد سابق ماذا؟ العدد، أشمل عدد عندي؟ 3 على 2 بواسطة الدالة اف. نفس الشيء عندي التعبير ديال الداله اف، لدينا اف لإكس تساوي 2 على 3 اكس ناقص 1، وشنو الصوره اللي عاطيني في هذه الحاله؟ هذه الحاله الثانيه عاطيني 3 على 2، واضح؟ تساوي 3 على 2، اذا اف لإكس تساوي 3 على اكس ناقص 1، واف لإكس تساوي 3 على 2، بحال قلتي ا كتساوي بي و ا كتساوي سي، يعني بي كتساوي سي، سي طاديغ 2 على 3 اكس ناقص 1 كتساوي 3 على 2. طيب هنا نحلوا كذلك المعادله باش نلقاو القيمه ديال هاد إكس هذا، واضح؟ ألوغ شنو غادي نكتب باش تكفاني السبورة؟ غادي نكتبها هنا في الجنب. ألوغ 2 على 3 إكس ناقص 1 تساوي 3 على 2، يعني أن ماذا؟ أن 2 على 3 إكس تساوي، هذا معلوم، ندوزو للطرف الآخر، شنو غتولي عندي؟ 3 على 2 ناقص 1، غيمشي للطرف الآخر غيولي 1، واضح؟
أي أن أون طابت الحال ما 2 على 3 إكس تساوي 2 في 1 2، 2 زائد 3 5، 5 على 2. اللي ما تيفهمش الشرح هذا غير بزاف، كيفاش حسب 3 على 2 زائد 1؟ شي حاجة بسيطة وبينا، المقام الموحد هو 2، هذه البسط العدد الأول في مقام العدد الثاني يعني 3 في 1 3، مقام العدد الأول في بسط العدد الثاني يعني 2 في 1 هي 2، سيتادير 5 سور 2، واضح؟ ألوغ من بعد نطبق القاعدة اللي عطيتكم في هذه الحالة هذه، واضح؟ إذا ماذا؟ إكس تساوي شنو قلنا؟ غنديرو 3 في 5 اللي هي 15 على ماذا؟ على 2 في 2 هي 4، واضح؟ ومنه سابق العدد، أش من عدد اللي خدمنا؟ 3 على 2 بواسطة اف هو ماذا؟ هو 15 على 4. طيب نتمنى تكفانا الصبورة في هذه الحالة اللي مازال، لنحدد ماذا؟ سابق العدد، اش من عدد عندي في هذه الحالة؟ العدد صفر بواسطة ماذا؟ بواسطة اف. الو نفس الشيء، نحطوا التعبير ديال الدالة اف واللي فيه اف لـ x تساوي 2 على 3 x ناقص 1، و اف لـ x في هذه الحالة شحال عندي كتساوي؟ هي صفر. إذا من طبيعة الحال غتولي 2 على 3 x ناقص 1 تساوي ماذا؟ تساوي صفر. أ كتساوي ب و أ كتساوي سي، يعني ب كتساوي سي، مفهوم؟ يعني ماذا؟ يعني أن 2 على 3 x ندوزو المعادن الواحد ناقص واحد الطرف الآخر غتولي واحد. إذا من طبيعة الحال إكس تساوي ماذا؟ هذا المقام 3 في 1 هي شي 3 على 2 من طبيعة الحال، واضح؟ مفهوم؟ إذا صورة أو سابق عفوا، إذا سابق العدد، أش من عدد عندي في هذه الحالة؟ صفر بواسطة إف هو ماذا؟ هو العدد 3 على 2. طيب إذا هذا الشيء فيما يخص فيما يتعلق بكيفية حساب صورة وسابق عدد بواسطة دالة تآلفية. ندوزو دابا للتمرين الثاني. ألو التمرين الثاني عندي التمرين صحيح التمرين 2. ألو شنو كيقول التمرين 2؟ لتكون جي دالة تآلفية بحيث، ألو نفس الشيء هنا عاطيني التعبير ديال هاد الدالة. السؤال الأول أحسب جي لناقص 1 على 3، ملي كنقرا أنا جي لناقص 1 على 3، شنو تفهمت من هاد من هاد من هاد الكتابة هذه؟ راه بحال قال لك راه تكافي هاد الكتابة، راه تكافي أحسب صورة ناقص 1 على 3، صافي. مطلوب منك تحسب الصورة ديال ناقص 1 على 3، ألوغ هذه هاد الجملة هذه ها التعبير ديالها كيفاش كنعبرو عليه، واضح؟ ألوغ عندي هنا أحسب صورة ناقص 1 على 3، ألوغ حساب السؤال رقم 1 حساب جي لناقص 1 على 3، ومن طبيعة الحال حنا عندنا التعبير ديال الدالة جي هو اش؟ هو جي لإكس من طبيعة الحال، إذا جي لناقص 1 على 3 سنعوض إكس بماذا؟ بناقص 1 على 3، نكتب التعبير ديال الدالة جي هنا باش يبقى قريب ليا، جي لإكس تساوي ناقص 3 إكس ناقص 1 على 3، ألوغ شنو قلنا؟ شدينا إكس حيدناه. قالك حسب جي لي واحد حيد اكس وعوض بلاصه واحد، جي لي ا حيد اكس وحط في بلاصه ا، انا مطالب منك تحسب جي لي ناقص 1 على 3، انا غنحيدو اكس ونعوضوها بناقص 1 على 3 يا ناقص 3. تقريبا هذا التمرين هذا راه بحالو بحال التمرين الاول، عا فقط الاسئله اللي فيه غير مباشره. ناقص 3 في شحال اكس عندي؟ هي ناقص 1 على 3 من طبيعه الحال، ناقص 1 على 3، واضح؟ كاين اللي كيمشيو كيسبق هذا الحساب هذا، لا دائما في واحد التعبير رياضي لا بريوريتي الاولويه دائما كنعطيوها لمن تنعطيوها للضرب. الله يرضي عليكم، ردوا البال معايا مزيان. ومن طبيعة الحال هنا جداء عددين لهما نفس الإشارة دائما يكون موجب، إذا هذا إذا ضربته في هذا غيعطيني موجب، عندي ثلاثة هنا وثلاثة هنا غنختزل بها، ناقص في الناقص قلنا موجب، يعني تبقى لي واحد، واحد هنا ناقص واحد، مجموع عددين متقابلين يساوي صفر، إذا جي لناقص واحد على ثلاثة كم تساوي؟ تساوي صفر. دوزو دابا لجي حساب
حساب جي لواحد على 3، واضح؟ إذا ردوا البال معايا مزيان، ساهل هادشي وساهل بزاف. سنعوض ماذا؟ إكس بواحد على 3، وسنحصل على ماذا؟ ناقص 3 في 1 على 3 ناقص 1 على 3، واضح؟ إذا تساوي، اختازلوا هنا، أش غتبقى عندي؟ ناقص 1 ناقص 1، ومن طبيعة الحال هي ماذا؟ هي ناقص 2، مفهوم؟ طيب ندوزو دابا للسؤال الثاني. دابا داك السؤال الثاني راه تيسحب لكم راه شي حاجة صعيبة ولا ما عرف شنو باغي. حل المعادلة، ملي كنقولوا حنا حل المعادلة، أنا نكتب هنا حل المعادلة، شنو كتفهم منها؟ دابا راه بزاف منكم كنت تيكون فاهم في درسو ما كتفهموش الأسئلة، ما السؤال إلا ما فهمتيش راك عا كتخربق. أنا تنقولها لك، فهم السؤال. حل المعادلة، ما معنى حل المعادلة؟ يعني توجد القيمة ديال إكس، صافي مفهوم؟ إيجاد قيمة إكس أو تحديد قيمة إكس، تحديد قيمة إكس، واضح؟ إذا في هذه الحالة هذه عطيني أنا المعادلة، شنو هي المعادلة؟ جي لإكس تساوي 1 على 2، غتقول لي فين هي إكس أستاذ؟ أنا مين غنجبد إكس منها؟ جي لإكس عندك التعبير ديالها ولا ما عندكش؟ عندك، شنو هو التعبير ديال جي لإكس؟ هو ناقص 3 إكس ناقص 1 على 3، أروح لنحل المعادلة، شي حاجة بسيطة بزاف. لنحل المعادلة، أروح هنا راه بحال قالك حدد السابق وعطيك الصورة، قالك حدد إكس وعطيك جي لإكس، لنحل المعادلة، أش من المعادلة؟ جي لإكس تساوي 1 على 2، بسيط بزاف، ماشي حاجة لا صعيبة. أروح عندي أنا التعبير ديال جي لإكس، جي لإكس يساوي ماذا؟ يساوي ناقص 3 إكس ناقص 1 على 3، واضح؟ و جي دي اكس في هذه الحالة شنو عندي؟ تساوي 1 على 2، إذا جي دي اكس غنعوضوه بالقيمة ديالو، يعني ناقص 3 اكس ناقص 1 على 3 تساوي 1 على 2، ونحلوا هذه المعادلة هذه، شي حاجة بسيطة بزاف، أروح المجاهيل في طرف والمعالم في طرف، 1 على 2 زائد 1 على 3 من طبيعة الحال نوحدوا المقام، ناقص 3 اكس تساوي 6، 1 في 3 3 زائد 2 في 1 2 من طبيعة الحال، يعني ناقص 3 اكس تساوي 3 زائد 2 5 على 6، ونفس الطريقة ناقص 3 هي ناقص 3 على 1، هذا في هذا كيساوي هذا في هذا، واضح؟ إذا إكس ماذا تساوي؟ ردوا البال معايا مزيان، 1 في 5 من طبيعة الحال هي ماذا؟ هي 5، وناقص 3 في 6 هي ناقص 18، ألوغ ناقص 5 على 18، ومنه حل المعادلة هو العدد الحقيقي، أش من عدد حقيقي؟ من طبيعة الحال ناقص 5 على 18، واضح؟ مفهوم؟ ندوزو دابا للسؤال الثالث، أنا غير في البال معايا مزيان، أنا تنقول لكم كل شيء على فهم السؤال، حدد العدد الذي يساوي صورته، عدد غيساوي الصورة ديالو، إذا اعتبرنا عدد أ، شنو هي الصورة ديالو؟ إف لي أ. صافي كان داك العدد هو اكس، شنو الصوره ديالو؟ جي لي اكس مثلا او اف لي اكس او اش لي اكس، كان عندي العدد هو ايكغريك، شنو الصوره ديالو؟ اف لي ايكغريك، جي لي ايكغريك، اش لي ايكغريك، على حسب الداله اللي عندي. انا شنو الداله عندي؟ انا هنا عندي الداله جي، وشنو طالب مني؟ نحدد العدد الذي يساوي صورته بواسطه الداله جي. اذا لنحدد العدد الذي يساوي صورة بواسطة الدالة جي، من طبيعة الحال العدد الذي يساوي صورته، يعني أن جي لإكس شنو غتساوي ليا؟ إكس، واضح؟ شنو هو التعبير ديال جي لإكس؟ من طبيعة الحال هو ناقص 3 إكس ناقص 1 على 3 تساوي إكس، ونلقاو القيمة ديال إكس، المجاهيل في طرف والمعالم في طرف، ندوزو إكس هنا نغيرو الإشارة ديالها، ناقص 1 على 3 ندوزو للطرف نغيرو الإشارة ديالها، نجمعو عددين لهما نفس الإشارة نحتفظ بالإشارة ونجمع مسافة العددين عن الصفر 1 على 3 من طبيعة الحال، مفهوم؟ إذا هنا شنو غتعطيني إكس؟ هي 1 على ناقص 4 في 3 هي ناقص 12، إذا القيمة ديال إكس هي ماذا؟ هي ناقص 1 على 12.
ومنه العدد الذي يساوي صورته. شنو هو هذا العدد اللي غيساوي الصوره ديالو؟ هو ناقص 1 على 12. اذا الى خديت هذا ناقص 1 على 12 وعرضته هنا في اكس، اشنو غادي يخرج لي الصوره ديالو؟ غتخرج لي هي ناقص 1 على 12. اذا العدد هو ناقص 1 على 12 والصوره ديالو هي ناقص 1 على 12. اذا عدد يساوي صورته بواسطه واحد الداله معينه. ندوزو دابا لاخر تمرين اللي هو التمرين الثالث. لتكن اف و جي دالتين تالفيتين، حدد صيغه الداله اف. الو هنا الله يرضي عليكم كتذكير، ملي كنبغي نحدد الصيغه ديال واحد الداله معينه ولا التعبير ديال داله معينه. اذا هنا عندي في الحاله ديال الداله التالفيه، كل داله تالفيه تكتب على شكل ماذا؟ على شكل اف لي اكس تساوي ا اكس زائد بي. واضح؟ باش نحدد الصيغه ديال هذه الداله، يعني خاصني نحدد هذا ا اللي هو المعامل الموجه، اون طبيعه الحال نحدد هذه القيمه ديال البحث فهم اللي هو المرتوب عند الاصل. السؤال كيفاش كنحدد المعامل الموجه؟ ردوا البال معايا مزيان. باش نحدد المعامل الموجه كندير ا يساوي، كناخذ واحد العددين والصور ديالهم. كناخذ الصوره ديال العدد الاول، مثلا خديت اكس مفهوم، ناقص الصوره ديال العدد الثاني، مثلا خديت اكس بريم مفهوم. علاش؟ على اكس ناقص اكس بريم، على داك العدد الاول ناقص العدد الثاني. معناه الا بديت هنا باكس حتى في المقام خصني نبدا باكس، بديت بالصوره ديال اكس فتحه حتى هنا غنبدا باكس فتحه، الصوره ديال اكس سكون حتى هنا باكس سكون، الصوره ديال ا حتى هنا غنبدا با، الصوره ديال بي حتى هنا غنبدا بي. واضح؟ مفهوم؟ مزيان. من بعد الارتوب عند الاصل، كيفاش كنحدد الارتوب عند الاصل؟ اما كنحددو بهذه النقطه هذه اللي هي اف لي اكس، ولا بهذه النقطه هذه اللي هي اف لي اكس بريم. باش تفهموا اكثر نمشيو نشوفوا التمرين، واخا هادشي راه ديجا شفناه في الدرس. الو صحيح التمرين رقم 3، ردوا البال معايا مزيان. الو شنو عندي؟ حدد صيغه الداله اف. لنحدد صيغه او تعبير الداله اف، هذه الداله اف هي عباره عن ماذا؟ عن داله تالفيه. الو لدينا اف داله تالفيه، وكل داله تالفيه يعني تكتب بصفه عامه على شكل اف لاكس تساوي ا اكس زائد بي. لتحديد صيغه هذه الداله يجب تحديد ماذا؟ تحديد ا طريبيان، ثم تحديد بي. ماشي بحال الداله الخطيه، الداله الخطيه يكفي تحديد ا، اما الداله التالفيه خصني نحدد ا وخصني نحدد بي من طبيعه الحال. واضح؟ اذا ا بصفه عامه يكتب على شكل ماذا؟ اف لاكس مثلا ا ناقص اف لاكس 2، ماشي تيبقى ترميز، ندير انا حتى اف هنا وندير هنا اي، فينال وانيسيال ولا انيسيال وفينال، ماشي مهم. واضح؟ على اكس ا ناقص اكس 2 غيخرج لي نفس الجواب. واضح؟ نقدر نبدا باكس 2 هنا، عير بديت باكس 2 هنا، نبدا بها حتى هنا، الله يرضي عليك. واضح؟ اذا واحد الصوره والسابق ديالها، انا عندي في المعطيات اف لي ناقص 1 كتساوي 3 واف لي 2 كتساوي 4، يعني عاطيني جوج نقاط والصور ديالهم، عاطيني النقطة ناقص 1 والصورة ديالها 3، أو العدد ناقص 1 والصورة ديالو 3، هنا العدد 2 والصورة ديالو 4، واضح؟ إذا اف لي اكس ان ناخذوها هي اف لي ناقص 1 مثلا، ناقص اف لي اكس 2 ناخذوها هي اف لي 2، واضح؟ علاش؟ الخطأ اللي كيدار دابا اش انا بيا شنو كيمشي يدير؟ بلي با تيمشي و تيدير ساهله على 3 ناقص 4. لا 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 خويا، لا 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 ما خصكش دير بحال هكا. علاش؟ انت ملي حطيتي 3 اش كتمثل لك 3؟ راه الصور، وانت هنا راه عندك السابق، عندك ع اكس، الو ما خصكش تحط 3 و 4. شنو خصك تحط؟ خصك تحط هاد اكس هذا ناقص 1 مفهوم ناقص 2، هادشي دابا ولا لا؟ واضح؟ وعاد من بعد كنعوضو اف لي ناقص 1، شنو هي اف لي ناقص 1؟ راه هي 3، اف لي 2 راه هي 4 ناقص 4،
على ماذا؟ ناقص 1 ناقص 2 هي ناقص 3، 3 ناقص 4 هي ناقص 1 على ناقص 3. ومن طبيعة الحال خارج عددين اللي هما نفس الإشارة هو عدد موجب. مزيان، حددنا أ، ندوزو دابا نحددو ب. تحديد ب أسهل ما يكون. ردوا البال معايا مزيان، الله يرضي عليكم. إذا الصيغة ديال هذيك الدالة كيفاش ولات؟ لدينا اف لإكس، لقينا دابا أ هو 1 على 3 إكس. شنو اللي باقي ليا؟ باقي ليا ب، ما عنديش ب. مفهوم؟ خصني نحدد ب. ألو شنو كندير؟ قلت لكم كنختاروا نقطة، يعني عدد والصورة ديالو. ما من عدد الصورة ديالو، خذ اللي عجبك. اف لي ناقص واحد ولا اف لي جوج، اللي عجبك. بجوج غيعطوك نفس النتيجة. ناخذ اف لي جوج، و اف لي اثنان تساوي أربعة. واضح؟ وتمشيو تنعوضوها في هاد الدالة هادي. ألو شحال اف لي اكس عندي مثلا أنا هنا؟ مثلا هي اف لي اثنان، يعني نعوضو ب اف لي اثنان، راه غتولي اف لي اثنان تساوي واحد على ثلاثة، باش عوضنا اكس باثنان، زائد ب. شحال اف لي اثنان؟ هي أربعة، واضح؟ واحد على ثلاثة باثنان هي اثنان على ثلاثة زائد ب. ومن طبيعة الحال ما جاي في طرف ومن عالي في طرف، اثنان على ثلاثة غدوز الطرف الآخر تولي ناقص، أربعة ناقص اثنان على ثلاثة تساوي أربعة في ثلاثة 12، 12 ناقص جوج هي ماذا؟ 12 ناقص 2 على 3 هي 10 على 3. ألو حددت أ في الحالة الأولى وحددت ب، بتحديد أ و ب تنكون حددت الصيغة ديالهاش، الصيغة ديال هاد الدالة هادي، ومنه صيغة إف هي ماذا؟ إف لإكس تساوي 2 أو 1 عفوا على 3 إكس زائد 10 على 3. طيب إذا هادشي بالنسبة للدالة إف. ندوزو دابا للدالة جي، بقاو مركزين معايا، هذا مبغيتش نمسحو نخليه باش نجاوبو. ألوغ مفهوم هادشي، ندوزو دابا للدالة جي، ركزوا معايا مزيان الله يرضي عليكم. نفس الطريقة، نفس الطريقة نخدمو بها. إذا لدينا جي دالة تآلفية، يعني أنها تكتب على شكل ماذا؟ على شكل جي إكس تساوي أإكس زائد ب. أو ناخد أنا مثلا هنا أ بريم إكس زائد ب بريم، صافي مفهوم؟ إذا جي دالة تآلفية. إذا بغيت نحدد التعبير ديال واحد الدالة التآلفية، قلنا يجب تحديد المعامل الموجه وتحديد الأرتوب عند الأصل، واضح؟ مزيان. ألوغ يعني أن ماذا؟ أ بريم يساوي ماذا؟ جي لإكس أن بطبيعة الحال ناقص جي لإكس دو على ماذا؟ على إكس أن ناقص إكس دو. واضح؟ مفهوم؟ هذا هو المعامل الموجه، تحديد أبري. ألوغ نعوضو دابا، يعني أن أبري تساوي ماذا؟ عاطيني عدد الصورة ديالو، عدد الصورة ديالو. جي لواحد ناقص جي لثلاثة على ماذا؟ على عندك دير هنا واحد وثلاثة، ها العدد اللي عندي هنا الله يرضي عليك، جي لواحد باش بديت بهذا واحد هنا، جي لثلاثة هنا ثلاثة، واضح؟ شنو الصورة ديال جي لواحد؟ هي ثلاثة. شنو الصورة ديال ثلاثة؟ هي واحد على واحد ناقص ثلاثة، ثلاثة ناقص واحد هي اثنان، واحد ناقص ثلاثة هي ناقص اثنان، يعني ناقص واحد. خارج عددين مختلفين الإشارة عدد سالب. من بعد ما حددنا أ نمشيو نحددو ب، تحديد ب بريم، واضح؟ إذا الدالة أصبح التعبير ديالها على هاد الشكل، جي دي إكس يساوي ناقص واحد إكس زائد ب. شنو مطلوب مني دابا نحدد؟ نحدد ب بريم، صافي مفهوم؟ إذا كيفاش نحدد ب بريم؟ قلنا كناخذ واحد العدد اللي عجبنا، ناخذ جي لي 3 تساوي ماذا؟ تساوي 1، ونعوضو، ومن طبيعة الحال غتولي جي لي 3 تساوي ماذا؟ ناقص شحال إكس هي 3 زائد ب بريم، ومن طبيعة الحال جي لي 3 هي 1 تساوي ناقص 3 زائد ب بريم، ناقص 3 غدوز الطرف الآخر غتولي 3، يعني ب بريم غتولي 3 زائد 1، من طبيعة الحال ب بريم هنا غتساوي 4، ومنه صيغة ماذا؟ صيغة
الدالة اش من دالة جي هي جي لإكس تساوي ناقص إكس زائد 4. طيب أربعة هي الصيغة ديال الدالة جي. مزيان، ندوزو دابا للسؤال الثاني. مثل مبيانيا الدالة جي إف والدالة جي. ألوغ ملي كتسمع التمثيل المبياني لدالة تآلفية، الدالة التآلفية هندسيا هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن مستقيم، والمستقيم بكم يحدد من نقطة؟ يحدد المستقيم بنقطتين مختلفتين. كنا شفنا في الدالة الخطية أنه يمكن تحديد تمثيل مبياني لدالة خطية بنقطة واحدة، لماذا؟ لأنها تمر أصلا من ماذا؟ من أصل المعلم. ولكن بالنسبة للدالة التآلفية راه ماشي دائما كتمر من أصل المعلم، إذا ما غنحتاجش على نقطة واحدة، خاصني جوج ديال النقاط. واضح؟ إذا التمثيل المبياني لدالة ماذا؟ لدالة تآلفية هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن مستقيم. مفهوم؟ والمستقيم بكم يحدد من نقطة؟ بنقطتين مختلفتين، وكل نقطة لها ماذا؟ لها إحداثيات، أفصول وأرطول، إكس بريم إف لإكس بريم. واضح؟ إذا ردوا المال معايا مزيان الله يرضي عليكم. ألوغ إلا بغيت أنا نشأ التمثيل المبياني ديال الدالة إف، كنجيو كندير واحد الطابلة، تمثيل الدالة إف. هاد الطابلو هذا أشنو كيكون فيه؟ تيكون فيه واحد جوج الأعداد والصور ديالهم. علاش درنا جوج الأعداد في هاد الحالة؟ فمن طبيعة الحال لحقاش عندي أنا دالة تآلفية. رد البال معايا مزيان راه عندك الدالة اللي عندي هي عبارة عن ماذا؟ عن دالة تآلفية. واضح؟ ألوغ عندي هنا إكس الصورة ديالو إف في إكس. ديجا محسوبين عندي، إذا ما كانوش محسوبين عندي كنمشي نحسبهم. حنا ديجا بقينا الصيغة ديال الدالة في السؤال الأول، كنمشي نحسبهم، ولكن أنا محسوبين. شحال الصورة ديال جوج؟ هي أربعة. شحال الصورة ديال ناقص واحد؟ هي ثلاثة. صافي مفهوم؟ تمثيل الدالة الجي. الدالة الجي. إذا نفس الشيء، غير واحد الجدول. خاصني واحد جوج ديال النقاط والصور ديالهم. ديجا عندي الصورة ديال واحد هي ثلاثة، والصورة ديال ثلاثة هي واحد. ومن طبيعة الحال دابا ندير التمثيل المبياني لكل من الدالة إف والدالة جي. إذا صورة العدد جوج هي أربعة، ها جوج في التفاصيل، ليماج ديالو هي اش؟ هي أربعة. أنا غنديرو الإسقاط ديالها. طبعا الحال تكون الصورة ديالو في الأراتيبة. واضح؟ واحد جوج ثلاثة أربعة، أعرف تقريبا هنا. ومن بعد نديرو الإسقاط. ألوغ هالنقطة الأولى، شو دابا الدالة الخطية كانت ساهلة، كنا كنديرو نقطة والنقطة الثانية كنختار واحدة. لا دابا راه مغيمرش من أصل المعلم. إمتى غتقدر تكون دالة تآلفية تمر من أصل المعلم؟ إذا كان بي ديالها كيساوي صفر، أرتوب عند الأصل كيساوي صفر. النقطة الثانية ناقص واحد ثلاثة، ناقص واحد فين؟ في الأفاصيل وفي الأراتيب ناقص ثلاثة من طبيعة الحال، ثلاثة عفوا. ألوغ هنا نحسب ثلاثة ناقص واحد ثلاثة. ألوغ هذه هي الدالة إف. ألوغ الدالة إف سيمر تمثيلها المبياني من النقطتين ذات الإحداثيات اثنان أربعة وناقص واحد ثلاثة. ألوغ هذه هي الدالة كوغب دو إف، منحنى الدالة إف. صورة اثنان هي واحد اثنان ثلاثة أربعة، وصورة ناقص واحد هي ماذا؟ هي ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة. واضح؟ ندوزو دابا الدالة جي. إذا في الدالة جي شنو عندي؟ لدينا صورة العدد واحد هي ماذا؟ هي ثلاثة. ألوغ العدد واحد ليماج ديالو هي هاش هي تخوا. بطبيعة الحال نفس الشيء هنا الإسقاط العمودي. هالنقطة الأولى
مش نقطة واحدة كافية، من طبيعة الحال لا، خصني جوج ديال النقط. الصورة ديال ثلاثة هي هاشية واحد، ها ثلاثة هنا. إذا بدا بالإسقاط العمود والإيماج ديالو هي هاشية واحد، ها واحد. أراه شحال حبت من نقطة، نقطتين مختلفتين. ونطابق الحال هاد النقطتين هادو سيمر التمثيل المبياني للدالة، اش من دالة؟ للدالة جي. الو هذا الكورب دو جي، منحنى الدالة جي. الو هادشي فيما يخص تصحيح سلسلة التمارين ديال الدوال الخطية او الدالة الخطية والدالة التآلفية. فيديو قادم ان شاء الله غنشوفو درس جديد اللي هو معادلة مستقيم. الى اللقاء.